وتنضم إلينا من باريس مراسلتنا بلقيس النحاس. بلقيس، إذن يعني تفاصيل هذا الحدث وهذه الإدانات. نعم شروق، بالفعل هذا الحدث تم ليلة الأحد صباحا في الساعة حوالي 5:45. كشف الحارس المركز الثقافي ابن سينا في مدينة غين أن هنالك من تسلل وكتب عبارات، طبعا هنالك عبارات تملأ كل جدران المبنى، ليست عبارة واحدة، جميعها مناهضة للإسلام، بالإضافة إلى أنها يعني تصف النبي أيضا بأوصاف غير لائقة. وبالتالي تم إعلام المدير المركز، وأيضا من خلال مدير المركز تم إعلام أيضا محمد زيدوني وهو رئيس المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية طبعا. وكان هنالك تصريحات يعني أن هنالك هذه العبارات قبل يومين فقط من شهر رمضان، فيعني هو بالنسبة لهم صدمة أن يجدوا هكذا عبارات يعني تملأ الجدران قبل فقط حلول شهر رمضان الكريم هذه الفترة. وبالتالي كان هنالك ايضا ردود فعل من بلديه غين ومنطقه بريطانيا، حيث الجميع يعني كان قد ندد او ادان هذا ما اعتبروه هجوما على الاسلام قبل ايام فقط من يعني انتظار المسلمين شهر رمضان. وبالتالي العديد منهم من صرح عبر التويتر بان هذا غير لائق بمسلمين فرنسا، علينا الاتحاد. بعضهم من وصف أن هذا هو فقط محاولات لزرع الفتنة بين المسلمين قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، وبالتالي دعوا المسلمين لفرنسا لأن يكونوا صفا واحدا وأن لا يتأثروا بهذه العبارات إذا كانت هي من أشخاص فردية. يعني إضافة إلى ذلك طبعا وزير الداخلية جرار بن ملاك ذلك قد كان قد أصدر عبر التويتر إدانة لهذا الفعل وقال أنه نعم. هل هناك إجراءات أمنية اتخذت بلقيس يعني لحماية المساجد بعد هذا يعني الحدث؟ نعم، هنالك الآن تصريح بأنه هو بالأحوال العادية يجب أن يكون هنالك حماية أو مراقبة للمباني الحكومية وأيضا الدينية، يعني خاصة في فترة كورونا. وتعلمين أيضا أنه بعد أيضا الأحداث التي حصلت في كنيسة الكاتدرائية في نيس وغيرها، كان هنالك طلب من البلديات بأن يكون هنالك تنفيذ حماية على مناطق العبادات. ولكن اليوم الماء يعني كان التركيز على المعابد أو الكنائس، اليوم الفعل أصبح ضد بعض المساجد، وبالتالي يعني يتطلب هذا، وهذا ما ذكره ايضا محافظ البلديه بانه سيكون هنالك حمايه ومراقبه ايضا للمباني ودور العباده. اضافه الى ذلك هنالك تحقيق قد فتح شروق، وهذا التحقيق سوف يقوم مكتب المدعي العام في غين لامن المقاطعه طبعا بتصنيف هذا الفعل كعقوبه. وتم طبعا عندما تحل الادعاءات او يعرف يعني حقيقه يعرف من فعل هذا الفعل، سوف يكون هنالك عقوبه بالسجن مدتها 4 سنوات وغرامه قدرها حوالي 30,000 يورو. هذا ما حدده المدعي العام في غين شروق. نعم، شكرا بلقيس نحاس مراسله الغد، كنت معنا من باريس.